ابن الروح. كل سنة وكلكم طيبين. احنا بدأنا الصوم الكبير من الأسبوع اللي فات، والصوم الكبير هو ربيع العام الروحي، وهو خزين السنة، وهو المناسبة المهمة جدا من ضمن مناسبات السنة الليتورجية. والأصل في الكنيسة هو مجموعة من الأعياد نستعد لها بالأصوام، وليس مجموعة من الأصوام نختتمها بالأعياد. يعني الأصل في الكنيسة هو العيد، وأحد ألقاب الكنيسة إنها عيد. والصوم الكبير بنطلق عليه هذا الوصف إنه كبير لأنه أطول أيام السنة، ولأن في نهايته أعظم الأحداث الخلاصية اللي قدمها السيد المسيح، وبنختمه بأعظم حدث على الإطلاق، وهو قيامة المسيح من الموت، اللي هي بتعتبر العمود الفقري للمسيحية والعمود الفقري للكرازة. والصوم الكبير ممتد عبر 9 آحاد زي عربيات قطر أو تريلات على مدار 55 يوم. الأحد الأول أحد الاستعداد، الثاني الكنوز، الثالث التجربة، الرابع الابن الضال، الخامس السامرية، السادس المخلع، السابع المولود أعمى، الثامن الشعانين، التاسع القيامة. في أحد الاستعداد أو نسميه أحد الرفاع بنترفع عن الطعام أو بنرفع الطعام من قدامنا، وبنستعد للإبحار في بحر الصوم من خلال سفينة ليها 3 أشرع: الصوم، الصلاة، الصدقة، وبتسمى أركان العبادة المسيحية 3. نستعد للإبحار. تاني أسبوع الكنيسة تنبهنا نحط عينينا على الكنز السمائي، عشان ما نهتمش خلال الرحلة بالطعام الأرضي ولا اللباس الأرضي ولا أي احتياج جسدي، وده اللي سمعناه دلوقتي في الإنجيل: لا تهتموا لأجسادكم بما تلبسون ولا بما تأكلون، أبوكم السماوي يهتم بهذه كلها. وبعدين إدانا أمثلة، قال الحياة أفضل من الطعام، اللي إدى الحياة يقدر يدي الطعام، ده حاجة بسيطة. وقال الجسد أفضل من الثياب، اللي إدى الجسد بالإمكانيات الجبارة دي يقدر يكسيه بطريقة أو بأخرى. وإدانا مثل تاني من الطبيعة، العشب الجميل جدا اللي ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. قال إن العشب ده اللي يوجد اليوم في الحقل ويوجد غدا في التنور، بهاؤه وجماله رغم أنه عمره يوم واحد أجمل من الثياب الغالية الأرجوان والبز اللي كان بيلبسه سليمان، فيقدر يدينا ما نحتاجه من كساء. وأخذ مثل تاني السيد المسيح من الطيور، قال الطيور لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع في مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، وأنتم أفضل من عصافير كثيرة. والأصل في الصوم هو الانشغال بالله عن الطعام، وليس حرمان الشخص النفس من الطعام لكي ينشغل بالله. الصورة الإيجابية والتحرك الإيجابي للصوم هو أن أنا مشغول عن الأكل والشرب بربنا، وبترك لأي حاجة من أجل الجسد ومن أجل القوت الضروري. الملاحظة الثانية في هذا الأمر أن ربنا يتعامل معنا بطريقتين: الطريقة الأولى تلبية الاحتياج، والطريقة الثانية إسقاط الاحتياج. يعني مع المبتدئين لما يطلبوا يديهم احتياجاتهم، ومع المتقدمين روحيا ما يخلوهمش يحتاجوا أصلا أو يفكروا في احتياجات من هذا النوع. فإدى مثلا الحياة الغالية يقدر يدي طعامها، والجسد الغالي يقدر يديله الكساء. وإدى تطبيقات من العصافير أو الطيور، وإدى من العشب، وإدى من الجسد والحياة نفسها. ده الأسبوع بتاع الاستعداد والكنوز، بيحط عيننا على الكنز السمائي.
التجارب في الأحد الجاي علشان يقول لنا أن اللي بيمشي مع ربنا بيتحارب، وأن الحرب دي ظاهرة طبيعية مع حد بيتحرك نحو الله، الشياطين بتعكسه. فاللي يلاقي على نفسه حروب كتير يعرف أنه الشياطين بتحسده على حاجة كويسة بيعملها. فعلامة كويسة أن حد بيتحارب. ويشوع بن صراخ يقول: يا ابني إذا تقدمت لخدمة ربك فأعدد نفسك للتجارب. ومرتبط الصوم الكبير بالتجارب والضيقات، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بعد كده الكنيسة بتدي نموذج في التوبة، الابن الضال. والابن الضال قصته وقصة البشرية كلها اللي تغربت عن الله ولم تجد راحتها إلا مرة أخرى في بيت الأب أو بيت الأب. ترك الخطية مع السامرية، يبقى التوبة عن الخطية الابن الضال، ترك الخطية في قصة السامرية، تركت جرتها ونسيت خطيتها ونسيت ماضيها وراحت تكرز بالمسيح. بعد كده أحد المخلع، التحذير من العودة إلى الخطية، يبقى التوبة عن الخطية الابن الضال، ترك الخطية السامرية، التحذير من العودة مرة أخرى إلى الخطية في قصة شفاء المخلع، قال له لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. بعد كده المسيرة بتوصل إلى أحد التناصير أو أحد المولود أعمى، ودي مناسبة مهمة كانت الكنيسة بتعمد فيها الموعوظين بعد ما يحضروا عظات كتير ومحاضرات كتير في الإيمان، لما تطمن لإيمانهم وأنهم شبعوا وفهموا ونموا ونضجوا بقدر كافي، بتعمدهم في أحد مولود أعمى اللي هو الاستنارة، فاغتسل وعاد بصيرا. وأحد ألقاب المعمودية أنها سر الاستنارة أو سر الأنوار. كنيسة كانت تعمد في ثلاث مناسبات: المناسبة الأولى عيد الغطاس، المناسبة الثانية أحد المولود أعمى، المناسبة الثالثة سبت الفرح، ودي الأوقع لأنه موت وقيامة مع المسيح دي المعمودية، فيعمدوهم خلال يوم السبت ويزفوهم مع المسيح القائم بالليل. ده أحد المولود أعمى. بعد كده أحد الشعانين، بندخل مع سيد المسيح في رحلة انتصار على الآلام وعلى الضيقات، وبنتألم معاه. وبعدين يوم أحد القيامة، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه أيضا. والمعجزة الحقيقية لم تكن في قيامة المسيح، إنما كانت في صلب المسيح، لأن المسيح هو الحياة والموت ما يقدرش عليه، هو بالموت أمات الموت وأعطانا الحياة وصار باكورة الراقدين. الحاجة الأخيرة اللي عايز أذكرها عشان ما أطولش عليكم، الكنز السمائي والكنز الأرضي. ناس نوعين، نوع يضحوا بالأرض من أجل السماء، وناس تانيين أو نوع تاني يضحي بالسماء من أجل الأرض. ناس بسبب شوية توافه بيفقدوا أبديتهم، وناس يحافظوا على أبديتهم حتى لو فقدوا أو خسروا التوافه على الأرض. قديس يوحنا الدمشقي لما حب يشرح الموضوع ده قال إن في بلد زي المنيا، لما كان حد يملك عليها كملك كان يقعد 12 شهر بس، وبعد كده ينفوه في مكان قحط وقحل صحراء، واللي يحب يبقى ملك يتفضل. وطبعا بينبهروا بالتاج وبالعرش وبالسلطة وبالإمكانيات والملذات، وبينسوا إن في نهاية جاية بعد عدة أشهر، لحد ما جه حد شاطر زيكم ووافق إنه يبقى ملك ومطلق ليه الحرية، يعني ليه مطلق الحرية إنه خلال ال 12 شهر دول يعمل هو عاوزه. فهو خلال ال 12 شهر دول عنده كل الإمكانيات بشرية ومالية ومادية، ويمتلك القرار ويمتلك السلطة. فحط همه من اليوم الأول أن يعمر الصحراء القاحلة اللي بينفى فيها الملوك، واجتهد خلال ال 12 شهر لحد ما حول الصحراء إلى فردوس. ولما قربت السنة تخلص كان هو نفسه بيشتهي أنه ينفى
إن كان تسمى منفى بقى في الحالة دي إلى هذه الصحراء اللي حولها الجنة. هكذا الكنيسة كل شوية تفكرنا بالسمائيات عوض الأرضيات، الأبديات عوض الزمنيات، الباقيات عوض الفانيات. والكنيسة تقول لنا كده حطوا نظركم على الكنز السمائي حيث لا يفسد السوس وحيث لا ينقب السارقون ويسرقون. ثلاث كلمات عاوزكم تحفظوهم وتعرفوا الفرق بينهم: النسك، الزهد، التقشف. النسك هو الانضباط، هو التوازن مش الحرمان. النسك انك تاخد احتياجك بس، واحنا في الصوم بندي للجسد احتياجه بس، مش اكتر من احتياجه ومش اقل من احتياجه، مش بنقص على الجسد، لان دي مش العبادة المسيحية، ربما موجودة في عبادات اخرى وثنية قديمة، القسوة على الجسد وجلد الجسد وإيلام الجسد. لا، الفكر المسيحي فيما يتعلق بالنسك هو الانضباط، هو التوازن، ان حد ياخد احتياجه فقط. ده النسك، حتى بنسمي الكنيسة القبطية انها كنيسة نسك، مش كنيسة نسك يعني كنيسة حرمان، لا، كنيسة منضبطة ومتوازنة ومتعقلة. واللفظة الثانية الزهد، ان الواحد يمتلك الاشياء دون ان تمتلك الاشياء، يعني ما فيش ما يمنع انك تمتلك اي حاجة انت تحب تمتلكها لو كان في امكانك. الخطورة انك تتمسك بيها ان هي تتملك منك. قديس كليمانوس السكندري يقول المال يجب ان يكون عبدا خاضعا، خادما خاضعا، وليس سيدا ظالما مستبدا. يا ناس يمتلكوا المال مش يمتلكهم المال، وقيس على المال بقية الممتلكات. يبقى الزهد هو انك تزهد في الاشياء، او بالاحرى ما تفرقش معاك، او بالاحرى لو فقدتها ما تحزنش، انت اللي بتمتلكها. واما التقشف فهو عدم الترفيه الزائد، النعومة الزائدة، التدليل الزائد للجسد او للنفس. حتى كلمة تقشف يعني ساعات في التعبير الدارج ان حد مش ناعم قوي. وقيل عن القديس يوحنا المعمدان انه ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا، أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة، هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. ويعلق الآباء على قول السيد المسيح بخصوص يوحنا ويقولوا إن العفة لا تسكن في جسد مترف أو مرفة، العفة لا تسكن في جسد مترف. ده النسك الانضباط، والزهد ألا تتحكم فينا الأشياء، والتقشف والبعد عن النعومة الزائدة أو الترفيه الزائد. كل سنة وانتم طيبين، وبشكركم على محبتكم وعلى مشاعركم وعلى كل اللي عملتوه. وأنا يكفيني من كل اللي حصل إن اسمي بقى مرتبط بالمنيا، وده أعظم شرف بالنسبة لي. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين. Oh.
تنقش تنقش تندي